بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. التحضيرات متواصلة ونسق ماراثوني للمباريات. موقف الترجي من قرار التاس توغا يفاجئ جماهير الترجي بهذا التصريح. تنافس مرتقب بين الترجي والأهلي على هذا اللاعب، هذه عناوين نشرتنا لليوم. فنوصيكم على دعم القناة خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد، وتتبعوا صفحة بكام سبور على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر. يواصل الترجي الرياضي التونسي التحضيرات استعدادا لقادم الاستحقاقات الرياضية أثر نهاية فترة التوقف الدولي، وسيسعى الإطار الفني لنادي باب السويقة لإعداد المجموعة استعدادا لخوض ماراثون من المباريات، حيث يخوض الفريق 4 مباريات في ظرف 13 يوم فقط، وسيواجه الترجي يوم 30 مارس 2024 الساكمي موزان ليفواري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيكون الإياب يوم 6 أبريل 2024، وسيتحول أبناء المدرب كاردوزو يوم 10 أبريل إلى المونستير لمواجهة فريق عاصمة الرباط ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، ثم يستضيف النادي الصفاقسي يوم 13 أبريل. وبالعودة لموضوع الياس الشتي والفريق الفرنسي، بعد إصدار القرار النهائي من قبل التاس، أكد رئيس اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي رياض التويتي أمس الخميس 21 مارس 2024 في تصريح لبرنامج سبور بليس على إفام أن التاس أقرت نقطتين في حكمها المتعلق بقضية اللاعب الجزائري الأسبق للترجي الرياضي التونسي إلياس الشتي، وتتمثل النقطة الأولى في أن الشتي قام بقطع العقد بطريقة تعسفية مع الترجي مما يجعله مخطئا فيما قام به، وأما النقطة الثانية فهي اعتبار أن نادي أونجيه الفرنسي مسؤولا عن القطع التعسفي للعقد باعتباره قدم عرض للاعب وهو على ذمة الترجي. بالنسبة لما يتعلق بالتخفيض في قيمة الغرامة لتصل إلى 200,000 أورو، فقد اعتبرت التاس أن طريقة الاحتساب التي اعتمدتها الفيفا خاطئة ولا يمكن تطبيقها، كما أشار التويتي إلى أن اللجنة القانونية للترجي قد تفاجأت في البداية من قرار الفيفا وارتأت أن مبلغ التعويض كان مرتفعا نوعا ما، ولم تبدأ ردة فعل نظرا وأن الحكم في صالح الفريق، مشددا في المقابل أن القرار الجديد للتاس قد أدى لتصويب الأمور. وفي موضوع آخر وفي تصريح مفاجئ لمدافع الترجي مدافع المنتخب الجزائري محمد أمين توغاي، قال أنه يرغب في خوض تجربة احترافية ما يفتح تأويلات عديدة عن إمكانية مغادرته للترجي في الميركاتو الصيفي. محمد أمين توغاي كان سأله أحد الصحفيين خلال تدريبات المنتخب الجزائري وسألوا على معناه مستقبله مع الترجي الرياضي التونسي، قال انه باش يواصل التجربه مع الترجي والا باش يغادر يعني ويحترف في احدى الدوريات الاوروبيه. قال انه عنده رغبه كبيره في خوض تجربه جديده، تجربه احترافيه في احدى النوادي الاوروبيه. خلينا نستنجو انه محمد امين توغاي قد يغادر الترجي الرياضي التونسي مع نهايه الموسم الحالي. كل شيء وارد، كل شيء ممكن، ان شاء الله تنتبعوا الموضوع هذا في وقته. بالنسبه للاصابه نتاعو اللي كان تعرض لها قبل بدايه مباراه الديربي، اللاعب لا يشكو من اي اصابه خطيره بعد فحوصات التي اجراها مع الاطار الطبي للمنتخب الجزائري وبالتنسيق مع طبيب الترجي. اللاعب يتدرب حاليا مع المنتخب الجزائري بصفه عاديه، ما فماش خطوره على صحه اللاعب وماهوش باش يغيب عن المباريات الوديه للمنتخب الجزائري وعلى المباراه المرتقبه للترجي ضد الساك ميموزا الايفواري. في نفس السياق وبالعوده لموضوع مدافع الهلال السوداني، تنافس مرتقب بين الترجي والاهلي من اجل الفوز بخدمات خادم دياو خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه، حيث اكد موقع وين وين القطري صحه المعلومات التي تفيد بوجود تنافس مرتقب بين الترجي والاهلي، وداخل لاعب الهلال السوداني ضمن قائمه مختصره من اللاعبين الذي يرغب النادي الاهلي في التعاقد معهم قصد تدعيم الجهه اليسرى بعد الحديث عن امكانيه مغادره علي معلول للفريق القاهري مع نهايه عقده هذا الموسم. ومن المتوقع أن يجد الفريق المصري منافسة من الترجي التونسي الذي يرغب بدوره في ضم اللاعب، لكنه لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية قصد انتدابه. إذن متابعينا الكرام، الموضوع هذا كنت حكيت عليه في فيديو كامل، وأكدت على أن إدارة الترجي لم تدخل في مفاوضات مع لاعب الهلال السوداني. وكيل اللاعب هذا تونسي، تونسي وقاعد يسوق في اللاعب، ثم حديث على الأهلي المصري كيف كيف حديث على نادي فرنسي ربما يتعاقد مع خديم دياو. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ما فما حتى شيء رسمي إلى حد الآن، وفما حتى مفاوضات. الترجي الرياضي التونسي كما تعرفوا عندها يعني عدد كبير من اللاعبين الأجانب، هذاك علاش مش نجمش تدخل في مفاوضات إلا مع نهاية الموسم، نشوفوا الفريق يعني شنو هو باش يعمل في رابطة الأبطال الإفريقية، المدرب يعمل تقييم للرصيد البشري نتاعو، شكون يغادر شكون يقعد، شكون هم اللاعبين اللي يمكنهم يدعموا الفريق.
كل هذا في وقت مش تو باش نجمو نحكيو عليه. الفتره الحاليه فيها ماراثون كما قلنا من المباريات. الاطار الفني ما عندوش وقت باش يخمم على تدعيم الفريق، لازم العمل، لازم يعني نحضروا الفريق نتاعنا لقادم الاستحقاقات، مباريات صعيبه، ماراثون كبير من المباريات، وفيها مسافره يعني شاقه الى كوت ديفوار. هذاك علاش الترجي الرياضي التونسي مطالب انه يركز مليح في الفتره القادمه ويكون حاضر على جميع الواجهات المحليه والافريقيه. ان شاء الله الترجي يكون جاهز يوم 30 مارس القادم في ملعب رادز ضد ارسيك ميموزا ويحقق نتيجه ايجابيه. شكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.